لقد كان الخيال دائما بيتي الأول. أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم إجابة جيدة على سؤال من أين أنت؟ لقد كنت ضيفاً على أرض شخص آخر منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وقد وجدت دائماً في الخيال وطناً أكثر حقيقة من أي مكان آخر. هي كلمات لروائي شاب لم يتوقع أن تصل إلى العالمية يوماً. هو الروائي عمر العقاد المصري الكندي، والذي فازت روايته What Strange Paradise بجائزة سكوشيا جيلر. ولد العقاد البالغ من العمر 39 عاماً في القاهرة، ونشأ في قطر وجاء إلى كندا في سن المراهقة، ويعيش الآن في الولايات المتحدة. يقول إن الخيال يمكنك نوعاً ما من تغيير معالم عالمك ليتناسب مع أي واقع تريده، لكن روايته التي حصلت على الجائزة اليوم هي تصوير لواقع معاش ولكن لا أحد يريده. فهي تتناول قصة اللجوء المؤلمة بكل تفاصيلها، وتبدأ الرواية بغرق قارب قبالة جزيرة يونانية، والقارب مليء باللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط، أحدهم أمير يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث يتعرف القارئ على حياة أمير كلاجئ سوري وكيف جاء على متن قارب والظروف الرهيبة التي عاشها. يقول العقاد إن فكرة الرواية جاءت عندما كان يعمل صحفيا عبر البحار مع جلوب أند ميل، حيث شهد الكثير من سوء معاملة اللاجئين في مختلف بقاع الأرض. The idea for What Strange Paradise came about 10 years ago. I was on assignment for the Globe and Mail. I was overseas, and I was seeing the mistreatment of human beings who had to move or were forced to be refugees. And I started thinking about the way I would write about that. It took about a year and a half of research, a year of writing, a year and a half of rewriting before I got to the final product, the final novel. ولم تكن الرواية مستوحاة من أزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل أيضا مما كان يحدث في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. يقول العقاد أثناء كتابتي يوميا كنت أرى هذه القسوة الهائلة والمنهجية على طول حدود البلد الذي أعيش فيه الآن، وقد أثرت بشكل كبير على الطريقة التي فكرت بها حول عالمية تلك القسوة. وكتبت لجنة تحكيم جيلر في تقييمها للرواية: وسط كل الغضب والارتباك الذي يكتنف أزمة اللاجئين العالمية، ترسم رواية العقاد صورة التهجير والعطاء والانتماء في آن واحد. فعند التقاء الحرب والهجرة والشعور بالاستقرار، فإن الكاتب يثير أسئلة حول اللامبالاة والضعف، وفي النهاية يقدم أدلة حول كيفية التواصل العاطفي في عالمنا المنقسم. ورغم أن الرواية حصلت على الجائزة وهي محل اعتزاز للكاتب العقاد، إلا أن الوصول إلى الرضا يبدو أنه شيء لا يتقنه الناجحون. I have never in my life been satisfied with a final story that I've written. One of the ways that you know that it's done is that you can't think of new ways to be unsatisfied with it. And so that's when I know that I'm in the place where it's over. So I'm very grateful that I had the opportunity to write it, but there's never been a point where I'm satisfied with the book. What Strange Paradise هي الرواية الثانية للكاتب عمر العقاد، وقد نشرت روايته الأولى American War عام 2017، وتتناول الرواية الحرب الأهلية الأمريكية الثانية، والتي حدثت منذ أكثر من 50 عاماً، لكنها تحمل إسقاطات عدة على الواقع المعاش في الولايات المتحدة اليوم. وكتب عنها أن الحوار الميلودرامي يجعل المستقبل الخيالي يبدو حقيقياً بشكل ينذر بالخطر. وفازت الرواية أيضاً بجوائز عدة. لأومني نيوز، مي مظلوم، تورونتو.